بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نستكمل مع بعض في الإنزيم، ومحاضرتنا اليوم حتكون عن تصنيفات الإنزيم. الإنزيم ممكن يصنف حسب إما حسب السبيسيفيسيتي للإنزيم أو حسب الـ kind of chemical reaction. هنشوف أول شيء حسب السبيسيفيسيتي للإنزيم. طبعا معروف إنه الإنزيم الصفة، واحدة من الميزات تبعت الإنزيم إنه واستخدم في عملية الدياجنوز وفي الريسيرش هو صفة السبيسيفيسيتي لهذا الإنزيم. طبعا في كتير من الإنزيم إله سبيسيفيك لنوع معين من البوند أو لفانكشن جروب أو لا one substrate. هنشوف كيف بيتم تقسيم الإنزيم. بشكل عام ممكن يتم تصنيف الإنزيم حسب specificity إلى 5 أنواع. أول نوع اللي هو absolute specificity، والأبسوليوت سبيسيفيسيتي هو الإنزيم اللي بيقدر يعمل كاتالايز لـ only one reaction. حدي مثال على هيك اللي هو اليوريا، اليورياز عفوا، إنزيم اليورياز هو بيعمل كاتالايز فقط لـ one reaction اللي هو لسبستريت اليوريا. يعني اليورياز بيشتغل فقط على اليوريا، هذا بنسميه أبسوليوت سبيسيفيسيتي. الجروب سبيسيفيسيتي انه الانزيم بيشتغل فقط على 1 مولكيول، وهذه ال 1 مولكيول ممكن تكون فانكشن جروب زي الامين، زي مجموعه الفوسفات، زي مجموعه الميثايل جروب، فقط على اللي هو جروب زي انزيم الفوسفيتاز يبقى له مقدره على انه ينقل مجموعه الفوسفات، زي مجموعه الترانس امينيز بينقل مجموعه الترانس امين. ايش ما كانت هذه مجموعه الامين نسميه ترانس امينيز. اللينك سبيسيفيسيتي انه هذا الانزيم بيشتغل على نوع معين من البوند او على رابطه معينه بغض النظر عن المولكيول اللي موجوده على في هذا البوند. يعني على سبيل المثال في انزيم الاستريز على الاستر بوند، في انزيم البيبتايديز على البيبتايد بوند، في انزيم بيشتغل على الجلايكوسيديز اللي هو على الجلايكوسيديك بوند. بغض النظر هذه الجلايكوسيديك بوند، طبعا بنعرف الجلايكوسيديك بوند هي الرابطه ما بين تو مونوساكرايد، سواء هذا المونوساكرايد ممكن يكونوا تو فركتوز، ممكن تو جليكوز، مش مشكله مين هم التو سكرايد، المهم يكون موجود في عندنا جلايكوسيديك بوند. فبالتالي الانزيم هذا الجلايكوسيديز بيشتغل على الرابطه الجلايكوسيديه، تمام؟ فهنا بنسميه لينكج سبيسيفيسيتي. في انزيم بيشتغل النوع الرابع الستيرو كيميكال سبيسيفيسيتي، وهنا انه الانزيم بيشتغل على الاوبتيكال ايزومر، انه هو بيدين الايزومرزم لا اللي هو المركب، واللي هو الايزومر الستيرو ايزومر اللي هو التوزيع الفراغي للمركب. الايزومريز هو التوزيع الفراغي للمركب زي الدي جلوكوز والال جلوكوز، هذا يعتبر ايزومر، تمام؟ يبقى هذا حسب السبيسيفيسيتي. ممكن يتم تقسيم الانزيم يتم حسب نوع الكيميكال رياكشن كاتالايز، يعني حسب نوع الكيميكال رياكشن اللي بيقوم فيه هذا الانزيم. وهنا بيتم تصنيفها الى 6 مجموعات. اول مجموعه اللي هو الاديشن او ريموفال ووتر، اما اضافه او نزع ميه. مثال عليها زي الهيدروليزز واللي بتشتمل منها استريزز والكربوكسي كربوكسي هيدريزز النيوكليازز دي امينيزز امايديزز بروتيازز. كل هذه الانزيمات لها مقدره على انها تعمل اضافه للميه، بتكسر الروابط. استريزز هو بيعمل تكسير للرابطه في الاستر بوند، ولكن عن طريق انه يكسر اللي هو addition of water. هيدريزز زي مين؟ هنا بنزع ميه زي الفيوماريز انيوليز اكانثيز والكربونيك انهيدريز، هذا بيتم عمليه نزع ريموف للووتر. في بعض الانزيم الوظيفه تبعتها انها بتعمل ترانسفير اوف الكترونز، تعمل نقل للالكترون. واحنا بنعمل لما دال بيتم نقل للالكترون اما بده يتم اكتساب الكترون او يكتسب الكترون او يفقد الكترون. ففي حالة اللي هو زي الأكسدي اللي هي عملية الأكسديشن ريدكشن، فالعملية بتم فيها أكسدة واختزال. ففي حالة زي إنزيم الأكسديز والدي هيدروجينيز، أكسديز والدي هيدروجينيز، أكسديز بده يكتسب أكسجين إلكترون، دي هيدروجين بده يفقد.
ممكن يتم عملية transfer of radical free radical زي مي أو اللي زي مين زي الترانس جلايكوسايديز، إنه بده ينقل مجموعة جلايكوسايد زي مين مجموعة المونوسكرايد أو transphosphorylase مجموعة فوسفات والفوسفات ميوتاز، إنه ينقل مجموعة فوسفات زي الفوسفوميوتاز، الميوتاز بينقل مجموعة الفوسفات من ذرة الكربون من منطقة إلى أخرى، لكن هو وظيفته transphosphorylase. ترانس أميناز بينقل مجموعة أمينو جروب مجموعة الترانس أميناز. ترانس ميثايلاز بينقل بيعمل على نقل اللي هو الميثايل جروب. ترانس أسيتايلاز بينقل مجموعة الأسيتايل جروب، يبقى كلهم لهم وظيفة النقل. في مجموعة بتعمل سبليتنج، تعمل سبليتنج لا اللي هو الرابطة ما بين ذرة كربون وكربون، أو إنها بتكون رابطة بين الكربون والكربون زي الديسموليزز اللي هو ديسموليزز بيعمل إما تكوين أو كسر رابطة. تغيير change of geometry or structure molecule يعني بيغير التوزيع الفراغي للمولكيول زي الأيزوماريزز، زي الأيزوماريزز إنه يربط two molecule خلال عملية الهيدروليسز من عملية تكسير، إنه بربط بيعمل رابطة ما بين المولكيول، ولكن هنا بيحتاج إلى ATP يعني بيكسر فوسفات من الاي تي بي يعني بيحتاج الى طاقه زي الليجازز واللي هذا فيه اللي هو الدي ان اي. كيف بتم عمليه ميجرمنت للانزيم؟ يبقى عرفنا هنا انه تقسيمات الانزيم ممكن لكلاسز حسب السبيسيفيسيتي تسمى، وممكن يتم كلاسز لها حسب اللي هو نوع الكيميكال رياكشن. خلينا طيب نشوف كيف بيتم عملية ميجرينج للإنزيم أكتيفيتي، كيف بنقيس نشاط الإنزيم. طبعا غالبا الإنزيمات هي موجودة بكميات قليلة جدا في اللي هو الفلويد أو في البيولوجيكال فلويد في البلازما، ولا عشان هيك هو صعب جدا إنه يتم عزلها عن اللي هو مركبات تانية مشابهة لإلها، لأنه الإنزيم قلنا هو طبيعته بروتين، وبالتالي البلازما بتحتوي على بروتينات والإنزيم كميته قليلة جدا خارج الخلايا، عشان هيك صعب جدا إنه يتم فصله نعمل له isolation من اللي هو من المواد أو المركبات المشابهة لإله. عشان هيك الإنزيمز بيتم قياسها بطريقة بنسميها not directly يعني بطريقة indirect بطريقة غير مباشرة. طبعا عملية قياس الإنزيم أو الأكتيفيتي للإنزيم بنسميها اللي هو الكاتاليتيك أكتيفيتي اللي هو نشاط الإنزيم. ما بنقدر نقيس اللي هو ما بنقدر نحدد اللي هو قديش الكونسنتريشن، يعني ما بقول انه كونسنتريشن لانه في بعض الاحيان انه الكونسنتريشن للانزيم بيكون عالي ولكن ما فيش اكتيفيتي لهذا الانزيم. عشان هيك احنا بدنا نشوف كيف بيشتغل هذا الانزيم، هاو تو ورك هذا الانزيم. طبعا هذا اللي بنقصد فيه انه كيف بيشتغل الانزيم، انه المقصود فيه معدل اللي هو تحفيز هذا الانزيم إنه يحول يعمل conversion للsubstrate to product، يعني قديش معدل الإنزيم إله مقدرة على إنه يحول السبستريت لبرودكت. طبعا الانزيماتيك اكتيفيتي نشاط الإنزيم على طول بعكس الكونسنتريشن، كل ما زاد الكونسنتريشن للإنزيم كل ما زاد اللي هو الإنزيم اكتيفيتي، والاكتيفيتي بتعكس لي أكيد بتتناسب تناسب طردي مع الكونسنتريشن، يعني كل ما زاد نشاط الإنزيم كل ما زاد الكونسنتريشن للإنزيم. إحنا حكينا إنه الإنزيم ما بنقدر نقيسه بطريقة مباشرة ولكن بنقيسه بطريقة غير مباشرة. إيش طبعاً الإنزيم أكتيفيتي ممكن نعمل لها تيستينج أو نعمل لها قياس بواسطة إنه زيادة البرودكت، كل ما كان عندك برودكت أكتر كل ما كان الإنزيم أكتيفيتي أو نشاط الإنزيم أكتر، وهذا طبيعي لأنه إحنا قلنا إنزيم مع سبستريت بدينا إنزيم سبستريت كومبلكس وبدينا برودكت، وكل ما كان البرودكت أكتر كل ما كان الكونسنتريشن للإنزيم أكتيفيتي أكتر. decrease of substrate ما هو substrate إذا قل وين حيكون يتحول إلى برودكت، وبالتالي معدل تناقص substrate بيدللي على قديش في إنزيم أكتيفيتي.
شغلة تانية decrease of coenzyme. احنا قلنا الانزيم عشان يشتغل بده بحتاج الى عوامل مساعدة اللي هي الكوانزيم. هذا الكوانزيم بتحول مع نشاط الانزيم، كل ما كان الانزيم اكتر يبقى حيستهلك كوانزيم اكتر، يبقى حيقل الكوانزيم، او انه يصير increase للaltered coenzyme. طبعا الكوانزيم حيتحول للبديل عن الكوانزيم او الصورة الاخرى من الكوانزيم، فهتتكون بصورة أكتر. ليش هتتكون؟ لأنه كل ما كان الإنزيم أكتيفيتي عالية كل ما تكون الألترد كو إنزيم. وبالتالي إذا السبستريت والكو إنزيم في زيادة منهم لازم في البرود، يعني إحنا لما نعمل أي تفاعل لازم يكون في عندك سبستريت وكو إنزيم بكميات وفيرة في الرياكشن. ليش؟ عشان هذا الرياكشن فقط اللي يتحكم فيه الإنزيم أكتيفيتي، يعني الرياكشن ريت يكون كنترولينج بس بالانزيم اكتيفيتي. حكينا طبعا عمليه قياس الانزيم اكتيفيتي، حكينا عن اللي هو الكو انزيم بصير عمليه ديكريز له. ليش؟ لانه هو بتحول للالترد كو انزيم. طيب من الكو انزيم زي الناد اتش، الناد اتش يعتبر كو انزيم. هذا الناد اتش هو الريديوسد فورم، نسميه الصورة المختزلة. هذا بتم إله أو إله ميزة الناد اتش إنه بصير له أبسوربشن على 340 نانومتر طول موجي. هذا الطول الموجي 340 نانومتر هو يعتبر طول موجي يو في ألترا فايلوت، يعني انفيزبل غير مرئي يو في. لكن بقول لي الناد إله ميزة، طبعا لما الناد اتش يتحول حيتحول لناد. الناد إذا تحول لناد بقول لي هذا الناد ما بقدر أقيسه على 340. يبقى إذا عند الناد وتحول لناد اتش يبقى الكونسنتريشن الابسوربشن حاجة أقيس على 340. لما تيجي تقيس الناد اتش على 340 في بداية التفاعل حيكون عالي تركيزه، يبقى حتقيسيه. طب الناد اتش وين ايش حيتحول؟ حيتحول لناد، يعني الكونسنتريشن تبع الناد اتش حيقل حيتحول لناد بلس. هذه الناد هل بتقدر تقيسها على 340؟ لا. يبقى التركيز حيكون عالي، حيصير ينقص تركيز الابسوربشن، حتكون تقرأي حتلاقي الكونسنتريشن الابسوربشن بتنزل. ليش؟ لانه كميه الناد حتقل ويزيد من بدل منها الناد بلس. هذه الناد بلس مش هتنقاس على 340. وبالتالي في بعض الأحيان بنلاقي إنه القراءات عنا إذا كان إحنا ندخلين اللي إحنا بنقيس وبدنا نقيس الناد بدنا نقيس الناد H، عفوا بدنا نقيس الناد، ما بنقدر نقيس هالناد. ليش؟ لأن عمال ما بتنقاس عن 340، فبنروح بنقيس مين؟ الناد H، بكون تركيزها عالي كتير. كل ما قل المعدل كل ما زاد نشاط الإنزيم كل ما نزل هذا التركيز، فحنلاحظ القراءات بتقل. فبنقول إنه الديكريز في القراءات دليل على نشاط الإنزيم. يعني في بعض الأحيان بنلاقي إنه بنيجي نقرأ قراءات بنقول والله القراءات قليلة بتقل، يبقى إيش في مشكلة في النتائج؟ لا، هو الديكريز في القراءات، الديكريز في الأبسوربشن دليل على إنه الإنزيم أكتيفيتي عالية. إتش سناد تفاعل الناد وحيكون ناد إتش القراءات حتقل، لكن لو داخل التفاعل ناد واللي حيتكون ناد إتش القراءات حنلاقيها حتزيد. هذه تمام. طبعا لما نيجي إحنا نشتغل في الإنزيم اكتيفيتي او نقيس الانزيم اكتيفيتي لازم يكون عندي وفره من السبستريت ووفره من اللي هو الكو انزيم او الكو فاكتور عشان ما يعمل ليش اعاقه للتفاعل. الشغله الثانيه لازم يكون عندي التمبريتشر افضل درجه حراره او اللي سميناها الاوبتيمم تمبريتشر والاوبتيمم مال بي اتش للانزيم. ليش؟ لاني انا بدي اشتغل الانزيم واشوف نشاط هذا الانزيم يعني الانزيم اكتيفيتي له، فانا ما جيش احطه في درجه غير مناسبه له. ليش؟ لانها هي حتخيق الاكتيفيتي تبعته، وبالتالي انت مش هيك لا يمثل عن الانزيم اكتيفيتي لانك انت وضعته في درجه او في ظروف غير مناسبه، فلازم نحط له في افضل الظروف. نعمل انهيبيشن
الانهيبيتور لازم ما نحطش اي انهيبيتور وما يكونش في الرياكشن اي انهيبيتور. التمبريتشر لازم تكون كونستانت ثابته، والتغير فيها لا يتجاوز من بوينت واحد زائد او ناقص، يعني ما يزيدش او ينقص عن بوينت واحد عن الاوبتيمال تمبريتشر. ايش الطرق اللي احنا بنستخدمها في قياس الانزيم؟ في عنا طريقتين لقياس الانزيم. اول طريقه اللي هي بنسميها الفيكس تايم ميثود، طريقة الفيكس تايم ميثود اللي هي الاي او الاند بوينت. وفي هذه الحالة الرياكتانتس ار كومبايند، يعني الرياكشن على طول بتم مع بعض بنضيفهم. وفي هاي الحالة الرياكشن بتم في وقت محدد، وهذا الوقت بيستغرق وقت طويل، وبنبعد هيك بنروح نوقف التفاعل، بنعمل ستوبينج للتفاعل. طبعا بنعمل ان اكتيفيشن للانزيم. كيف تعمل ان اكتيفيشن؟ زي بإضافة ويك اسيد، بإضافة ويك أسيد، وبنقيس اللي هو كمية الرياكشن اللي إحنا تكونت عنا. زي مين هذا؟ هذا تقريبا أو الفيكست ميتود هذه أو بعد إضافة الويك أسيد، زي في طريقة الإلايزا. بعد الشغل الإلايزا بنروح الإنزيم بعد ما ينضاف بنروح نوقف النشاط تبعه بإضافة الويك أسيد أو الويك بيز، وبنقيس قديش اللي هو اللي تكون عندي من البرودكت. هذا الرياكشن لازم يكون بشكل لينير، يعطيني خط لينير، وكل ما زاد الانزيم كونسنتريشن كل ما زاد اللي هو الرياكشن تبعه. طبعا وجود كمية كبيرة من الانزيم في هذا التفاعل ممكن يعطينا مشكلة، او ممكن يحدث مشكلة انه يكون اكستريملي هاي انزيم ليفل وما نقدر نقيسه في هذا الحالة. يعني أكتر مشكلة إنه لو كان الإنزيم عالي أو الكونسنتريشن للإنزيم كميته عالية، مور إنزيم موجود في هنا وكميته عالية، في هذه الطريقة ممكن ما نقدر نقيسه بدينا مشاكل. الطريقة الثانية اللي هي الكونتينيوس مونيتيرينج ميثود أو المالتيبل ميجرمنت، وهي بنعتمد فيها على الابسوربشن تشينج، على التغير في الابسوربشن خلال الرياكشن. وهذه الطريقه بنستخدم فيها سبيسيفيك تايم انترفال، وغالبا الوقت اللي بنستخدمه ما بين 30 ل 60 ثانيه. هذه الطريقه او كونتينيوس باي كونتينيوس ريكوردينج عن طريق السبكتروفوتوميتر، انه نسجل قراءات مستمره وناخذ الديفرنس ما بينها. هاي الطريقه لها ميزات أكثر من الفيكس تايم ميثود، من الطريقة السابقة أو الإند بوينت. هاي الطريقة لأنه اللينياريتي للرياكشن هي بتكون أفضل منها، وحتى لو كان الكونسنتريشن للإنزيم بكميات كبيرة بنقدر نقيسه. ليش؟ لأني أنا باخذ على فترات قليلة، وبالتالي الانترفال. طبعا هذه الكونتينيوس ميثود في سيفيرال داتا بديني أكثر من قراءة، وبناخذ الفرق ما بين القراءات. تمام، أخذناها. وهذه تسمى الطريقة بنسميها بالكايناتيك ميثود، تسمى بالكايناتيك ميثود. في عنا الميجرمنت يونت اللي هي وحدة القياس للإنزيم أكتيفيتي. الوحدة القياس تعبر عن الإنزيم أكتيفيتي، بنعبر عنها وحدة القياس تعبر عنها بالاكتيفيتي وليس بالكونسنتريشن. يعني ما بنفع اقول الكونسنتريشن للانزيم، احنا بنحكي اكتيفيتي للانزيم. قديش الاكتيفيتي؟ الاكتيفيتي للانزيم يعبر عنها بوحدة اسمها انترناشونال يونت. الانترناشونال يونت هي كمية الانزيم، amount of enzyme that will convert، كمية الانزيم اللي إلها مقدر على انها تحول 1 ميكرومول من السبستريت per minute in specific condition. ايش specific condition؟ انه ما يكونش inhibitor، انه ما يكونش في، انه يكون في temperature في درجه، افضل درجه temperature، افضل درجه pH، ما يكونش اي inhibitor موجود في الانزيم. كل الظروف تكون مناسبه للانزيم، هذا اللي بنسميها specific condition. غالبا الريبورتنج اللي هو الانترناشونال بير لتر، الوحده الاس اي السيستميك انترناشونال يونت كتل، واللي بسموها مول لكل سكند. المول هو السبستريت، هو مولز اوف سبستريت، 1 مول كميه، ال 1 مول من السبستريت بتحول بير سكند. الانزيم بيعبر على الكتلز بير لتر، كتل لكل لتر. الواحد انترناشونال يونت بيساوي 17 نانو كتل.
هيك بنكون أنهينا الإنزيم. والله يعطيكم العافية. طبعا لازم يكون في عنا كمية من السبستريت والكو انزيم كمية كبيرة، بحيث هذه الكمية تقدر تتعامل إذا كان في احتمالية إنه يكون البيشنت في عنا العينة فيها كمية كبيرة من الانزيم، بمعنى إنه البيشنت عنده انزيم مستوى عالي. طبعا لازم التمبريتشر تكون مناسبة، لازم يكون ما فيش انهيبيتورز، التمبريتشر لازم تكون كونستانت، وتكون التغير فيها ما بين بوينت واحد زائد او ناقص عن الاوبتيمال تمبريتشر.